يا ربي بهالليلة المباركة بتمنى تتحقق دعواتي. الحمد والشكر لإلك لأنك كتبت لي أعيش أهم يوم بحياتي. يا رب مثل ما جمعت قلوبنا وكملت فرحتنا أنا وحبيبي، جمع قلب أختي وعمتي مع أحبابهم وكمان أمي وأبي. إن شاء الله تصفى قلوبهم ويتذكروا الحب اللي كان بينهم وتكمل الفرحة. يا رب آمين. الله يتقبل منك اختي ان شاء الله حبيبتي. بكره رح نفيق مجتمعين سوا بنهار العيد لاول مره. ايه مع هيك فرحتنا ناقصه لانه امي ما انا هون. صح، بس بكره نهار جديد. تفائلي خير ان شاء الله. خير، يلا تصبحي على خير اختي وانتي بخير حبيبتي. ينعاد عليك كل عام معك اخي. عيدك مبارك. عيد مبارك ان شاء الله. كل عام وانت بخير. ينعاد عليك بخير. ينعاد عليك وانت بألف خير اخي ديفيد. عيد مبارك. عيد مبارك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. بس كل عام وانت بخير. عيد مبارك. كل عام وانت بخير. عيد مبارك. ينعاد عليك بالخير عمي دور. رجعت تقلي عمي ما بيصير هالشي. يا ابني صار لازم تقلي جده. انت هلا رح تتزوج حفيدتي، يعني انا جدك وانت حفيدي. يلا خذ الرضا. الله يرضى عليك يا ابني. ينعاد عليك بالخير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. ينعاد عليك. الله يرضى عليك. ينعاد عليك بالخير. ينعاد عليك. وينعاد عليك طارق. تعرف أنا بحبك مثل ابني، ربيتك من أنت وصغير، وأنا هلأ أعتبر بسابة أبوك. بس بالأول في شي بدي أقول لك، يا طلع فيني إذا بتضايقها لبنتي صدقني رح تندم لها. فهمت علي؟ معقول أنا أقدر زعلها؟ أنا بحبها لأسمع. منيح، قرب لعندي. الله يوفق. تسلم. ينعاد عليك. ينعاد عليك. ينعاد عليك. ينعاد عليك. استغفر الله. رضاك عليك بالخير. صدقني يا عمي انا كثير بحبك، بحلف لك انه بعتبرك مثل ابي الحقيقي. شكرا يا ابني الله يخليك. بقدر اني ضبك؟ ايه تعال قرب. يا الله دخيلك. تعال وقف جنبي. لا واصل الله يرضى عليك. تاخرنا لازم نروح، ما في وقت لسه بدنا نذبح العجل. ايه لكن يا عمي هموم الاغنياء مختلفه كثير عن همومنا، لانه نحن ما بنقدر نذبح عجل. شيخ صبري ليش عينك ضيقة؟ شو اللي زعجك حتى تسمعنا حكي؟ انت دافع حتى تشتري هالعجل للعيد؟ حضرتك خبيت مصاريك. جدي اعطيني ايدك اخذ الرضا. صح انا تصرفت بغباء وهي السنة وضعي المادي تعبان شوي، ولهيك انا ما قدرت اجمع حق عجل، بس انا ذبحت خروف. الله يتقبل منكن اجمعين ومني انا كمان. الله يتقبل. يلا نذبح العجل وبعدين نرجع على البيت ونجتمع كلنا سوا. عازم الكل على المشاوي. يلا تفضل. يلا 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 تفضل. يلا مبارك. هلا كنت عم بحكي مع فكري، قال لي انهم رح يجوا بعد ما يذبحوا اضحيه العيد. وانا عم ساوي الشاي ناطرينهم على الفطور ان شاء الله ما يتاخروا. يسلم إيدي يا بنتي الأحلى من القمر. يخلي لي إياكي يا أميرتي. يخلي لي إياكي أمي، بحبك كتير يا أحلى. يا نور عيوني أنتي. يا روحي. يا بنات لسه ما عايدنا بعض. ينعاد عليكي بالخير أمي. ينعاد عليكي يا روحي. خالتي ينعاد عليكي بالخير. ما في طعم لفرحة العيد عندي بنتي. ايه ما رح يقدروا يزعلوكي، ما تقولي إلا وصلوا هلا. ما بيزعلوني مو هيك؟ أكيد بيكونوا جايين على الطريق، بس أنا على طول بزعلهم. لا تحكي هيك مريم حبيبتي. لا هي هي الحقيقة، أختي أنا ظلمت بناتي كتير. كنت عم أتصرف بقلة عقل حتى بعد أجاويد عني، بس اللي صار بعادت عني. عم يقولوا عني أنانية ومعهم حق بهالشي بعد 20 سنة.
تخيلي انهم طلبوا مني شي واحد ولا مرة وما قبلت، زعلتهم وقلت لهم ما بدي. خلصنا، روقي هلا واهدي شوي، فرحي روقي روقي. أخي شو كل هالأكل؟ رح نتسمم من كتر التنويع؟ لا أخي ما تخاف أبدا، أنا متعود من وقت كنت صغير بفطر بيض وبتعشى مع كورونا وما تسممت، ولهالسبب صحتي منيحة، لهيك اطمن ما رح يصير لك شي. إيه وأنا متعود أكل بهالحميم، ليش شكل جسمي هيك مو حلو مثله؟ اسمعوني يا رفقاتي، ما عاد أقدر أتحمل ورح غوص بصحن البيض. شبك عيب، استنى ليجي الشيخ صبري. وأخيرا هاي جبت لكم الخبز التازة، اسمعوني منيح، ما تاكلوا هالخبز كتير وتشبعوا فورا، لسه في بطاطا واومليت على النار. خلص بابا عود، ناطرينك نحن لنبلش اكل. ما بيصير، انت لساتك عم تمر بمرحله نمو وجسمك بحاجه فيتامينات، اطلع برفيقك ما شاء الله عليه ما شاء الله، لازم تدعي لامك اللي ربتك وتبوس ايدها لانه كبرتك لصرت قوي هيك. برافو عليها والله. تعرفوا كمان بويراز كان هيك ناصح وعليه 3 طبقات من الدهن. خلص بابا تمام، قضيت كل حياتك عم تعلمني وتربيني لصرت بهالعمر، بس شكلي مقارنة بعصمت كتير مقبول. لا ما بيكفي، من نظرة أبوك لساتك بحاجة. تمام بابا يلا خلص عود لنفطر. نفطر؟ ايه منفطر ليش لا؟ لك نحن عبارة عن شخصين، عيلتنا كتير صغيرة، صغيرة قد نواة التمرة، نحن رجالين وحيدين، بس منيح انكم اجيتوا واليوم صارت عيلتنا اكبر. ايه الله يبارك فيكم، تعوا باي وقت وعلى طول ماشي، وبالاخص انت بعد ما شفت هي الطبخات الطيبة مستحيل اقدر قاوم، وبوعدك رح اجي عطني. قلبي حب طبخي لك، قديش انت حدا لطيف يا ابني، اهلا وسهلا تعا على طول. ايه عزبت حالك، سلم ايديك على كل شيء، وانتو عيلة حلوة، اب وابنه عايشين ومتفاهمين. وانت يا ابني وين اهلك عايشين بضيعتك؟ امي عايشة بعيد عن هون بالضيعة، وابي مات من لما كنت صغير، يعني اللي بقصده أنتوا محظوظين، صح عيلة صغيرة من أب وابنه بس عايشين سوا وعم تدعموا بعض. شوف أنا اليوم رح أطلب البنت اللي بحبها وما بعرف مين بده يروح معي. اسمعوا شو عم يقول، أنا مين بالنسبة لألك؟ يا ابني أنا ما رح تشوف أهلي بالعيد لأبقى معه. أنت مو الشخص الصح لتروح لهيك مناسبة، أنا بروح، فيك تعتبرني مثل أبوك، ما شاء الله عنك مجنون مثل بويراز. وانت كمان بمثابة ابني، عم تفهم؟ بس بابا تعرف تتذكر شو صار لما رحنا المرة الماضية على هداك البيت لنطلب ايد البنت وصارت مشكلة وقتها، يعني لازم نلاقي حل تاني. شيخ صبري بتمنى ما تفهمني غلط، ما بعرف اذا بيقبل الاخ جويد يعطيك البنت. يا شباب أنا رايح اليوم على هداك البيت بصفة الشيخ صبري يلي صار بالماضي انتسب، ورح نطلب لك إيد البنت. اليوم صارت عيلتنا أكبر، وإذا هنن ما قبلوا رح أرجع على البيت وصلي ركعتين وبعدها رح أطلن حد ونخطفة للبنت. إيه هيك؟ أنت أفضل أب بالعالم، الله يخلي لي إياك. حاجتك ولك. عمي صبري أنا آسف إذا عم ضايقك بسؤالي، بس نحن إمتى رح نبلش بالأكل؟ يعني أنت أدرب مني بالطبخ، بس طلع الزيت بصحن البيض تجمد وما عاد طيب، صار شكله بقرف وما عاد يتاكل، شكله نزل السكري عنده. قول يا ابني يلا تفضل، لا تستنى حدا يلا. لا على مهلك، استنى انا كيف نسيت الشاي؟ ما بيصير، رح جيب الشاي حتى تفتح شهيتكن وتاكلوا اكثر، ما بينبلع الاكل بلا، رح ارجع ما بطول، لا تاكلوا بدوني، استنوني دقيقه ما بطول شوي وراجع. انا جوعان، انا بدي ابكي. كيف طالع شكلي حلو؟ كتير لابق لك هاللون. ينعاد عليكم بالخير حبيباتي انتو. ستي ينعاد عليكي بالخير. وينعاد عليكي بالخير زينب، يخلي لي اياكم بناتي الحلوين. امي ينعاد عليكي بالخير. <تصفيق
عفات خدي هدول الاغراض وحطيهم بالبراد يلا بسرعه شوي. تمام. شو المشكله اذا ما ذبحنا عجل هاي السنه؟ نحن ما معنا ناكل، وضعنا صعب. معقول هالحكي امي؟ ما صرنا فقرة لهالدرجه هي؟ ايه هلا اذا بتحبوا بنقدر نعايد بعض بالعيد. قربي لعندي. يا نور عيوني انتو. اخي ينعاد عليك بالخير. تعي لضمك. يخلي لي اياك يا روحي. وانت كمان حبيبتي. يخلي لي ابني الحلو وينعاد عليك بالخير يا روحي. لا تواخذوني انا عن جد متوتر، بتعرفي هي اول مره بحياتي بقضي عطله العيد مع بناتي. ما في أحلى من هيك شعور ممكن أطلبه من الله. بس بابا أنا وأسمى رح نروح لعند أمي حتى نعايدها بالعيد. لا ما بيصير تروحوا هلأ، بدنا نفطر كلياتنا سوا. يلا يا بنات أمي جبتي حلو العيد؟ إيه ابني ما نسيت مبارح اشتريتهم. مرت أخي؟ أنا عملت مبارح حلو مشان خطبة أسمى اليوم المساء، وفي كمان حلو ومحشي بجبنة وزبدة، بعرف بنتي زينب بتحب هيك، وبشكل عام اليوم عيد لهيك الناس كلها بتجتمع، معنى العيد إنه نتسامح ونتقارب مو؟ لا أخذن من إيدك هاتي. مريم تفضلي فوتي. ينعاد عليكي بالخير. وأنت بخير، جيت ولا كأنه صاير شيء. أمي حبيبة قلبي يا أمي خلي لي إياكي. أهلا وسهلا أمي، كتير فرحت إنك إجيتي. يا روحي أنت ينعاد عليكي بالخير. مرت أخي أهلا وسهلا فيكي، ينعاد عليكي بالخير. تسلمي وينعاد عليكي بالخير. أمي ما تنسي عادي أبي وبوسي كمان. لا شو هالحكي عيب ما بصير. وهذا اللي كان ناقص كمان. بترجاكي أمي لا تنزعي فرحتنا، اتفقنا نكون مثل عيلة بهذا اليوم. تمام خلص تمام. أكيد عم تمزحوا. أمي شو رأيك تروحي أنت وأختي عفت مشوار وتتمشوا شوي؟ شو جنيت أنت ابني؟ وين بدنا نروح نتمشى هلأ؟ إيه أخي بترجاك خلينا نكون جزء من هاي العائلة، يعني أنتوا هلأ مثلاً عرسان جداد لساتكن، ما بيصير هالشي؟ اسمعيني ستي شوفي، نحن هلأ ببيتنا مع بابا وماما، ليك اسمحي لنا لمرة واحدة. عم تحكي عن جد؟ بنتي نحن ما منعرف حدا من الجيران، وين بدي روح بنهار العيد؟ معقول نروح نقعد بالكافيه؟ لا روحوا لعند خالتي آسيا. يا أولاد بدي أخبركم معلومة، بالنسبة للزواج أحلى مرحلة فيه هي الخطبة، يعني لما تعرف إنهم وافقوا يعطوك البنت بيصيبك حماس وبتصير مثل المجنون، بتصير تروح بأحلامك لبعيد، تتخيل كيف شكل حبيبتك بالبيت وكيف طعم الطبخ من إيديها، أوه مثل العسل. بتشوف مستقبلكم قدامك عم يمر، هي حلاوة الخطبة. صح الزواج هو تأسيس عائلة، بس بيلغي الأحلام كله. بيجي يوم بتفيق الصبح بتختك وبتشوف الحقيقة وبتضيق أحلامك. مع الأسف هذا اللي بيصير. اللي بابا كان جدي يسمح لك لما كنت خاطب تشوف أمي لحالكم؟ لك أنت شو عم تحكي ابني؟ كان مستحيل نقعد لحالنا ولا حتى نلتقي، وبتذكر كنت
استنى كتير تحت شباك غرفتها لحتى شوفها، ما كنا نلتقي غير هيك. تمام، شو أنا طلعت بشبهك؟ ايه صح بتشبهني، بس الفرق بيناتنا يا ابني انت عم تختار الشبابيك الغلط، اما انا الحمد لله عرفت اختار صح. انا مو بس اذا بستنى تحت الشبابيك، لو نمت على عتبة الباب ما رح اجتمع بحبيبتي، كل شي عم يبعد عني حتى صار حلم بالنسبة لإلي. اه بتعرف شو خطر ببالي؟ اول ما خطبت انا وامك بتذكر انه وقتها كانت فترة عيد الاضحى، يمكن رحت واشتريت خروف وزينته وربطت عليه شال من كل جهة وعلقت عليه خرزات مشان تحميه من الحسد، وما بتتخيلوا شكله شو طلع بجنن. خروف مزخرف. ايه خروف مزخرف، بيضحك الاسم خروف مزخرف. المهم بعدين اخدت هالخروف ورحت على بيت ابوها لخطيبتي، لما شافت الخروف انبسطت كتير وظلت اكتر من نص ساعة عم تضحك على شكل هالخروف عن جد. لقيتها، خد خروف دية الخطبة. بس نحن لسه ما خطبنا. لك شو بدك بهالحكي، أخذت الرضا ووافقوا عليك، الباقي كماليات. روح خود هدية وشوف كيف راح يحبوك، راح يحبوك أكتر. معقول أسمى تحب هيك شي؟ إيه طارق، خلينا نجيب خروف ونزينه بعدين منروح لعندهم. اسمع مني أخي، جيب الخروف خلينا نروح لعندهم نعيدهم بالعيد، راح تفتح لنا باب الحظ، بيبقى نجيب شوية شوكولا وورد ونحلت كل القصة، كتير سهلة يعني. لك يا ابو يراز يا ابني، انا شو صار لي ساعة عم احكي معك، شو بياخدك انت لهني؟ موافق، بس في مكان لازم مر عليه. ايه تمام ما في مشكلة، يلا امشي يلا. يا شباب بس اسمعوني، اسمعوني لإلكن، لك اسمعوني شو عم قول، انتو لا تصعبوا الامور على حالكن. ايه بابا، يسلم ايديك على كل شيء، كان الفطور بشهي، يلا بشوفك. يسلم ايديك. طلع فيني، تعال هون على طول، رح كون ناطرة. ايه اكيد رح اجي، الا قاعدة تانية عندي. خبروني شو بصير معكم. منشوفها. يا ربي شو هالولاد الطايشين، مو معقول عني دي. دخيلك يا الله، الله يهديهم ويكون معهم. عيد مبارك بابا. ما اجيت لحالي، بعرفك على رفقاتي بويراز وعصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعرف تقرأ عربي؟ اكيد، انا ابن شيخ متعلم القرآن. حاسس اليوم بغيابك يا بابا أكتر من أي وقت.
يوم العيد متعود عليه مثل باقي الأيام، بس اليوم رايح أطلب أسمى. يا ريت لو كنت موجود حد توقف وتقول بدنا نطلب إيد بنتكن أسمى لابني طارق عسنة الله ورسوله. بعطي عمري لو تجي هاللحظة. خلاص طارق لا تعمل هيك، أنت لما بتزعل كأنه أنا يلي زعلت، بترجاك بل هالحكي. شوف أكيد أبوك صار هلأ بمكان كتير منيح، عن جد أنا واسف. خليك أبو بيكون شايفني هلأ مو هي؟ إيه أخي بيكون شايفنا من فوق. تقدر تجي لعنده بأي وقت. اجيت نهار عيد ودعيت له، بس أنا ما بقدر، ما قدرت روح زور قبر أمي من سنتين. قررت رح ربي خاروف بعدين. حاجتك جنان ونزيل. عم فكر اجي معكم، رح جرب حظي. اليوم نهار عيد ما رح يجن علينا. تعال رفقاتي شو رأيكم نسمي هذا الخاروف الحلو أمينة؟ طلعوا هالعيون والوش ما شاء الله عليك، قديشك خاروف حلو وعيونك كبار وساح. رح آكلك أنا، رح آكلك والله، حرفيا رح آكلك. عصمت بكفي حاجتك جنان. بسم الله. خاروف لا تعذبني هلأ، يلا نزيل. تعال تعال يلا يا خروف نزيل، يلا تعال لا تعذبني، يلا نزيل يلا نزيل يلا. رح أخذك مشوار حلو بتنبسط. بسرعة نزيل بسرعة، حاشو تغناش. تعالوا بسرعة يلا، شد الحبل. يلا يلا شده يلا. شو هذا أبني؟ صدقة عن الخطبة. هيا خطبة. مو اليوم المساء رح نجي ونطلب إيد أسمى؟ إن شاء الله العيد الجاي بيكون العرس، يعني فكرت أعمل طقوس وعادات العيد. ينعاد عليك بالخير عمي أجاويد. شو بك بوي راز؟ شو بيصير لك لما تحكي مع هالزلمة؟ وين راح صوتي؟ مرحبا. مرحبا. شو هاد طارق؟ يعني نحن هلأ صرنا نعتبر مخطوبين، وهي أضحية العيد. ايه عن جد حلو كتير. شكرا. ايه خاروف حلو. ينعاد عليك. وينعاد عليك بكل الخير ابني. شو هذا جايب خاروف كأنه؟ خالة مريم ينعاد عليكي بالخير. تسلم ابني وينعاد عليك. ينعاد عليكي بالخير يا رب. إن شاء الله وينعاد عليك يا ابني. كل عام وأنت بخير يا أسماء. وأنت بخير. لا والله أنا ما فيني أكون رسمية هيك. كل عام وأنت بخير يا صهري ورفيقي. ينعاد عليك. وينعاد عليكي زينب. ليش عذبت حالك وجبت هالخروف؟ بسيطة، خده من هون وربطه بالحديقة. تمام عمي يلا. أمي نحن رح نروح على بيت جدي لحتى نعايدها. شو يعني رح تتركوني لحالي هون؟ لا أمي أنت مو لحالك، بابا رح يكون معك. شو بكي؟ طيب بنتي روحوا أنتو، أنا بوصلكن. لا أبني أنت خليك هون، بيروحوا لحالهم. يلا يا بنات يلا امشي. بس يا زينب أنا ليكي جهزت تيابي مشان المسألة، هيك لما ترجعي أمي جيبيهم معك. إيه تمام يا أحلى وأغلى أم بالدنيا، لا تشغلي بالك ما رح أنسى. يلا بنشوفكم. يلا بالإذن. زينب لا تضمي حدا غيري لأني كتير بغار، لا تعيديها. طارق طارق
يلا امشي خلينا نروح عنا شغل كتير. خير لوين رايح؟ تعال قدامي. اجيت عمي. هدول الخشبات بدنا نزقهم لورا البيت. يلا خلوني شوف قوتكم، انتو تلات شباب مثل الصخر. ابني وانت خد هالخروف على الحديقة بسرعة. حاضر عمي، رح نربيه ونطعميه. كتير حلو مو هيك؟ يلا انت ايه شو ناطر؟ تمام حاضر. يلا امشي قدامي لشو؟ تفضل من هون لجوا بعدين على اليمين. ايه عمي انت بتأمر. لا تكوني مو مرتاحة بالقعدة، خذي المخدة. لا بعد عني بعد. تمام بس لا تعصبي علي. عذبت حالك. تفرحت. شو؟ تفرحت. ها؟ فينا نروح أنا وياك. ها؟ وانا اختي آسيا عن جد مشتاقة اقعد معها، هي كثير لطيفة وانا بحبها كثير. فهمت عليكي. لحظة. تعرفي امي، منيح انه طلعنا من البيت واجينا لهون، عن جد انه ضاق خلقي ومليت كثير من قعدة البيت، والله كان راح يصيبني اكتئاب. اعوذ بالله. انت ليش هيك عم تقولي؟ كان عنا ضيوف كثير يروحوا ويجوا، هلا اكيد الوضع تغير عن الاول، بس لسه الامور بخير. ايه اكيد. مين راح يجي يشوفك ويتحمل نفسيتك؟ صدقني يا جدي، ما حدا كان يدق بابنا، طقت روحنا من الملل، حتى اولاد الحارة الغليظين ما بيجوا ولا بيقربوا على بابنا، هديك الحارة مملة وبشعة سكنة فيها، منيحة جينا لهون، هالحارة كتير حلوة. حلوة، كلها سكن عشوائي. ايه بس حلوة الحارة والناس اللي فيها، حلوين كتير، أنا حبيتهم. بنتي أمينة؟ تعي عبي هاي اللحمة بكياس وحطيها بالثلاجة، وانت اخي يلا خود وزع هدول على الجيران. يلا ماشي رح روح وزعهم، بس بالاول جيت لأحكي معك بموضوع مهم. اي بعدين بنحكي، انا هلأ مشغولة. وانت امينة عبي الكياس وغلفيهن منيح ماشي، حطي الطبخة على النار لحتى تغلي ماشي بنتي. ماما عم اهلك علي رح تخنقيني بالشغل، على الاقل حتى خلص هدول. شبك تأخرنا كتير بنتي، بسرعة في عنا شغل أهم لسه. يعني ما فهمت ليش ما قدروا يأجلوا خطبة البنت لبعد العيد، شو صاير؟ مستعجلين كأنهم عم ياخدوا بضاعة من السوق. ايه وأنا كمان كنت بدي أحكي معك بهذا الموضوع بالذات. بس ما في شي لحتى نحكي فيه، هن رح يطلبوا البنت من أهلها. ماشي ولهيك أنا عم أقول بما أنه الكل جاهز والأجواء مناسبة، شو رأيك نطلب إيد عفات؟ لا ديفران هالشي مستحيل أنه يصير بحياتي، انسى الفكرة فهمت؟ خذ هذا الكيس لإدريس والتاني لمؤمن، بسرعة لشوف. تعرفي أنا لازم أخذ موقف منها، بس هلأ ما رح أحكي شي لأنه الوضع مو مناسب. أي أكيد. سكتي، شو دخلك بهالقصاص؟ أختي آسيا هاتي عنك لسعادة. لا حبيبتي لا، ما في داعي، بحب اشتغل بإيدي. ايه عادي وشوفي اذا ساعدتك كمان، هلا انا صرت من اهل البيت. قولي والله عفات. اختي انا رح وصل الاغراض. امي كيف شكلنا؟ يخلي لي هالشباب الحلوين، عن جد طالعين بتاخدوا العقل، الله يخلي لي اياكم. ما شاء الله عنكم، تعالوا لعندي لبوسكم، يخلي لي قلبكم يا حلوين. قرب قرب، تعال زبط لك الزر. وانت كمان طالعين بتجننوا، انا بكل حياتي لهلا ما شفت شباب حلوين ولطيفين مثلكم انتو. وانت كمان كتير حلوه خالته عفات. مرت خاله اعطيني بوسه. تعال يا روحي انت خد بوسات. رح أكلك أكل. مرت خالو، إذا خالي دفران ما تزوجك أنا رح أتزوجك بس أكبر. لا أنا بدي أتزوجك. أنا حكيت بالأول. خلاص سكوت أنت وياه وخذوا رضا من جدكم. يلا تعال لعندي قرب خذ الرضا. إيه برافو عليك.
خود هالعيدية إلك. أوه مبروك عليك. يلا ابني أنت كمان خود الرضا. استنى. ينعاد عليك بالخير تتا زينب. وانت بألف خير يا روحي. هاي عيدية. يوه 50 ليرة. جدي بخيل عطاني 20. أوه والله جد أعطيتك 20؟ لكان ما كنت منتبه. تعال ورجيني لأتأكد. تعال لعندي لشوف. معقول ما عم شوف منيح؟ يلا افتحها مزبوط لشوف. تعال انت خد عيديتك. أوه عطتني 70 ليرة. لا الولاد ما بتنعطى كل هالمصاري. لا ما بيصير هيك. تعال شوف. تعطيني اللي معك. هات يلا روحوا لعندمكن. ايه هات خبوهن معك. ايه معك حق اختي آسيا. برافو يا أولاد. هيك منيح. تفضلي زينب خانم، عملت لك هدول خصوصي بلد هنا. هيك خجلتني. هاد من ذوقك. اسلموا ايديك ابني. تعرف انا احيانا بزعل عليك لانك عايش مع عائله ما بتناسبك. لا شو عم تحكي انت؟ خير ان شاء الله. وشبه عائلته يعني؟ يعني صار صهر دورسون، شو بده يصير اكثر من هيك برايك؟ معقول الحكي؟ مو حلوه. اسمعيني منيح يا زينب خانم. بتعرفي هاي العجينة إذا بحطها بالفرن لأكثر من ساعة مستحيل تنتزل معي. أكيد أنا واثقة. هاتي خلينا ندوق. أهلين حبيبات قلبي. مرحبا. مرحبا ستي. أهلين فيكم بناتي. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا جدي. ينعاد عليك بالخير يا رب. ينعاد عليك يا بنتي. خلي لي ياكي. ينعاد عليك بالخير والصحة ستي. تعي بنتي قربي عادي حدي. تعي. ليش اجيتوا لحالكم؟ شو وين راحوا اهلكم؟ اجينا لحتى نعايد جدي وخالتي. ايه بتعايدونا المسارح يجوا لعنا. ليش تركتوا امك وابوك لحالهم؟ الله يسامحك يا ستي. اسمع طمنيني كيف الوضع عندكم بالبيت؟ كتير حلو. حسيت كأنه صرنا عائلة من جديد. بتصدق انه امي كانت عم تطبخ وابي عم يساعد. سكتي سكتي هلا منصيبهم بالعين. شو صار معك عمتي قليلي؟ تمام. ديفران حكى مع آسيا وقدر يقنعها تطلب إيدي بالأخير. أنا كتير مبسوطة والله فرحتي بالدنيا. معقول خالي قدر يقنعها؟ إيه هو هيك قال لي. أكيد بيكون خبرها أنه ما بيقدر يعيش من دوني، وإذا لزم الأمر رح يتزوجني غصب عن الكل. ولهيك يا أبلت إن شاء الله يكون هيك. يلا حدا يقوم يجيب صحون وكاسات. خلونا نبلش قبل ما يبرد الأكل. يلا انت قاعدي يا زينب. أنا رح أقوم جيبهم. بعرف وين الغرام بالمطبخ. شبه يلا تفضلوا مدوا إيدكم. شو هاد؟ اليوم خبرنا حصري عن ممثل مشهور عم يعيش علاقة حب قوية. الممثل قلب يلي وصل من أوروبا الشهر الماضي. انتشرت صوره مع حبيبته وهنن على الشاطئ. شو هالخبر هاد؟ يا ولد اهلين بالكابتن. شلت لك حصتك من اضحيه العيد. الله يسلم هالايدين. شو ليش عم تطلع هيك؟ لا ما في شيء. لكن شو هاد يلي مخبيه بايدك؟ احكي عم اسالك. هات شو هاي؟ جريدة. شو صار له ها؟ في صورة لزينب مع رفيق إلا بالجريدة. لا تقولها. لك ليش رقمك مسكر؟ كنت عم دور عليك بالسما وانت قدامي. السلام عليكم. وقف لشوف. انا قلت لك لا تقرب على زينب. بس زينب عم تقول شي تاني. اتركوا بايراس خلص بعد عنه. ما تجيب اسم زينب على لسانك احسن ما اصل لك يا بايراس. رح تخنقه للزلمة. بدي يدخل بايدي. قول هالحكي لزينب مو الي. روح واسألها هي ليش كانت معي. راس طارق طارق اترك لي اياه. انا رح كسر لك راسه. تعال هون ولك. هون بدي موتك بايدي. عم تمد ايدك على اخي ولك حيوان. معلم رح اختنق. روح من هون يلا. روح لعنده روح لعنده. خليني مسكر. روح روح يلا روح. عم تخنيني.
ويراز لسه حسابنا ما خلص، بتشوف كيف رح اخذ حقي. عمل لك روح نقلع من هون. الله يلعنه، منيح بعتني عنه والا كنت قتلته لهالكلب. ارتحت هلا؟ ارتحت وانا ارتحت منيح. انت منيح؟ تمام. كتير طيب، يسلموا ايديكي. صحتين وهنا. تعرفي انا حبيت الفيلم يلي صوروه بنات، بتذكر في مشهد طلب ايد بنت، لما شفته رجعت بايامي لوقتها. تذكرتي لما حطيتي لي بالقهوه؟ ملح ملح. وقت أبوك هو اللي شرب فنجان القهوه. لا تذكريني، الزلمه شربها وما حكى ولا حرف. يا ربي دخيلك. يا الله. لما فكر بقول الحياة غريبة، كنت مفكر رح اجتمع بناتي ونعيش سوا، بس القدر كان له رأي تاني وعم بفترق عنهم. تتذكري نحنا كيف كنا من زمان؟ ايه، حياتنا كبشر ممكن بيوم وليلة للأسف فجأة تتغير وتتبدل من حال لحال. شامم ريحة أكلة طيبة، كأني بعرفها. مو هي الحلو اللي كنتي تعملي أيام زمان؟ إيه كنت تحبه. أنا نسيته. أخ يا سلام. انتبه لساتها سخنة. بتشاهي كل حياتي ما قدرت أطيب من هيك. طيبة. يا ربي دخيلك. يا رب يا رب ما ترجعني خايب من هالطلب الليلة. انت بتعرف هالشي مو كرمالي حتى ما يرد طلب هالشاب اليتيم. سلام عليكم ابي. وعليكم السلام. خير شبك يا ابني؟ شو صاير معك كأنك متخانق مع حدا؟ عم تحكي وكأنك ما بتعرفني؟ من ايمت انا كنت حدا مشكلجي؟ الله يسامحه. موفق طارق. ماشي، شكراً لك على كل شيء. وانت كمان شكراً كتير. بابا يلا هنن ناطرين، عيب تتأخروا. خبروني شو بصير معكم.
منقول بسم الله. خلينا نمشي أول خطوة برجلنا اليمين. يلا امشوا قدامي يا شباب. يلا لا تتوتر يا ابني، إذا صار شي خبروني. تمام يا ابني تمام، لا تأكل هم، امشي يا ابني، الأمور بخير إن شاء الله. تفضلوا. كيف طالع شكلي لابق لي هاللون؟ كتير حلو عليكي. بنتي بنتي يلي وشها مثل نور الشمس، ما شاء الله عنك، طالعة بتجنني. تاخدي العقل اختي. شوفوا انا عن جد داخلي وبلشت عصب، ما بحب البس جرافي ضروري يعني هلا اختني. طيب تمام، روق قرب لقلك رح زبط لك ياها. عن جد ما بتتغير، تتذكر كيف كنت تعصب هيك لما تنجبر تلبسها؟ فهمت يعني ليش لازم نلبس جرافي بهيك مناسبات؟ قرب شوي لزبط لك ياها. شبك ليش ما بدلت الزر؟ طلعي فيهم شو حلوين ما شاء الله. تعرفوا انتو عن جد حلوين ولابقين كتير لبعض، برأيي انه ترجعوا لبعضكم، متأكدة رح تكونوا ثنائي مميز، حبيت الفكرة. الله الله مريم رح اختنق. تمام استنى، شبك اليوم خطبة البنت، ما بصير تضلك هيك، يعني لازم تتحمل تلبسها كل الوقت. نحن أجينا. أهلين وسهلين. ما رجعنا لحتى صار ليل، إن شاء الله ما نكون عم نضايقكم. أسمع بنتي شو هالجمال، تعي لعندي. الله يخلي لي إياكي، بتجنني طالعة. شكرا ستي. يا بنات أنا اليوم عن جد اشتقت لكم كتير، بدي أدعي ما أفترق عنكم كل العمر، بس يعني صعبة. المهم الكل متحمسين لهالليلة ومستعدين للخطبة، رح ينتصر الحب. ايه شكلهم البنات حضروا كل شي، شوفي قديش في اكلات طيبة، برافو عليكم. ليكن وصلوا. لا تفتحوا، انا لسه ما غيرت تيابي. انتي حلوة بكل الحالات يا روحي. يلا رح افتح الباب. اهلين وسهلين. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلين اهلين وسهلا. مرحبا يا روحي. مرحبا كيفكم؟ اهلين مساء النور حبيبتي. طيب والله يا أخي أنا هاي الفترة ما عم بفهم عليك، من جهة بتقول بتوثق بأختي زينب ومن جهة تانية عم تشك فيها. لا مو هيك القصة. شو إلها معنى هلأ تصير هاي المشكلة؟ طلعت بالجريدة وانفضحنا، هالشي عيب. أنا متأكد إنه قلب ما عاد رح يسترجي يقرب من زينب بعد هلأ. بتمنى يكون اتعلم بعد هالقتلة وإلا رح خلص عليه. أخي قصة حبكن عن جد صعبة، كل يوم في مشاكل. المشكلة إنه البنت ما عم تهدى. هي ليش حتى تلتقي بشباب؟ لنفترض شايفته صدفة، ليش لا تقعد معه؟ طيب قعدوا سوا، ليش لحتى تضمه؟ ما بصير. قلت لها من قبل إني بغار وممكن أقتل أي حدا بيحاول يلمسها، وهذا يلي صار بالآخر. لو بتقلي كون منفتح أكتر من هيك ما بقدر كون. لو ما أخذوه من إيدي كنت قتلته. راحوا من دون ما يستنوني، شو ما بياخدوا كبيرهم معهم؟ بهالزمن ما عاد في احترام للآباء والأجداد. بدل ما يجوا بسيارة ياخدوني، بس من وين؟ الكل صار يعمل اللي براسه. جدي دورشان، جدي دورشان. شو صاير على مهلك؟ ليش عم تركض وتصرخ جدي دورشان؟ شو في؟ في زلمة قالي أعطيك هذا الظرف. وين راح؟ ما بعرف. مين هالزلمة وش اللي بعت لي يا ترى؟ نظاراتي مو معي، كيف بدي اشوفه اقرا هلا؟ وي هذا ابني حبيبي الياس. ايه والله الياس. يا ربي دخيلك ابني. يا ربي.
فينا نقول إنه بلشت الاحتفالات بالعيد. إيه صبري أفندي، طمني عن صحتك هالأيام. صحتي منيحة الحمد والشكر لله. تسلم. شايف شلون النهايات وشلون النصيب؟ امسك حالك يا صبري، لا تعصب وفكر بحالة هاليتيم، اهدى وركز. ايه معك حق، هيك الحياة. ايه صح، كأنه الكراسي ما بتكفي للكلمة. حياتي لا تشغلي بالك، حكيت مع الشباب إذا احتجنا رح يجيبولنا بأسرع وقت. ايه تمام منيح، أنا فكرت إنه تمام إذا احتجنا رح نحكي معهم أكيد. يا ربي دخيلك، شو هذا اللي عم تختبرني فيه؟ عصمت أنا شوي ورح أفوت وعي. طارق اليوم هو أهم يوم بحياتك، تعرف لو محلك كنت عم أرقص بالساحة. طارق بويراز ليش ما إجا؟ ما إجا حتى ما يصير مشكلة. طيب كيفه، هو منيح؟ إيه منيح منيح. تمام. يا حرام ما بتعرف شو اللي صاير معه وكيف حالته هلا. دخيلك عصمة سكوت، بترجاك خلي هالليلة تمضى على خير. ليكي اختي شو وينه بابا؟ رح يجي مع ديفران. عفت عادي لشوف. حبيبتي بعد اذنك قومي افتحي الباب. أهلين. السلام عليكم. تفضل. هذا اللي كان ناقصنا، اصلا ما بعرف ليش اجوا كلهم لعنا. اخي وينه بابا؟ كان لازم مر وجيبه. راح عن بالي والله. الله يسامحك هلا بيكون ضاع. رح اجي معك ندور عليه. يلا امشي. روح الله معك. سكروا الباب وطفوا الاضويه كمان. بابا اللي شو في؟ في جنازه، عنا جنازه. ابني الصغير يلي جبته على الحياة وربيته لصار شب مات. أنا هلأ اتذكرت هنن أوصوه بقلبه، أوصوه بقلبه، قتلوه حرموني منه. يا ريت الرصاصة إجت بقلبي ومتت أنا بداله. شبكن ليش ما نكون زعلانين عليه؟ معقول ما حدا بيحبه للياس؟ ابني الصغير مات وأنا كفنته بإيدي هدول. يا ربي ابني كل الوقت كسبتوا علي، انتو ما فيكن ضمير. أنا هلأ صرت متذكر كيف عطيتوني شهادة الوفاة وقلتوني إنها شهادة الدبلوم. ابني اللي مثل الجبل بدل ما يلبس بدلة العرس لفيته بالكفن. بابا بابا حبيبي الشبك، شو اللي عملتوا فيني؟ شو؟ احكوا شو؟ ابني مات واندفن تحت الأرض من سنين وأنا نسيان ولسه عايش بالحياة. كلكم رحتوا قريتوا الفاتحة على روح ابني، أنا ما زرت قبر ابني كل هالسنين. قبر ابني ابني. تعرفوا شو أهم شي سرقتوه مني؟ حدا فكر قبل شو اللي أخذتوه مني؟ انتوا حرمتوني ابكي وتحسر على ابني كل هالوقت، سرقتوه. قلبي بابا بابا جدي. عمي شو صار له؟ بابا رح نخنقوه. ليش هيك عم يصير؟ انت وين لقيتها لهالصورة؟ ايه بعدوا عنه خلوه يتنفس، بعدوا عن الزلمة اعطوه مجال بس. انت وين لقيتها بابا؟ وين لقيتها؟
آخ يا ابني آخ، وين رحت يا ابني؟ بسم الله. مساء الخير سيدات. بابا